هدف التدريب خلينا نحكي من ناحية حركية بيصير عندهم مرونة مثلا بجسمهم، ممكن يعني تنحسب على انها طريقة رياضية. الهدف الثاني اللي هو شوي اكثر بروح للسياسة، اللي هو انهم يعرفوا اصل منطقتهم، يكونوا مرتبطين اكثر ببلدهم، بالارض، بهوية شعبهم او هوية التراث. بنحاول نحكي لهم عن فلسطين بطريقة بسيطة قبل ما نبلش حركات، من ناحية مثلا جدك من وين، أبوك من وين، فبيكون هاد طريقة البراعم. بس بالنسبة للناشئين والأساسي بنحاول، أو هم بيجوا ليدربوا لحتى مثلا ياخدوا حركات فنية. هم بيكونوا أصلا عارفين عن فلسطين، بس بيجوا بيحبوا يتعلموا الموروث الثقافي الغير ملموس اللي هو الرقص، الرقص الشعبي. عشان حابة إنه يكون في إشي من التراث الفلسطيني جواي، حتى لو أنا مش قادرة أروح فلسطين أو أزورها وأشوف كل الأشياء الدينية أو تراثها، حابة إنه يكون في إشي ممثلها جواتي.